في اليوم العالمي للإبصار بينضم لنا دلوقتي عبر تطبيق زوم دكتور إيهاب سعد عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون. يعني دكتور طبعا بنرحب بيك في صباح الخير يا مصر. وخلينا في البداية كده، شايف أنه إيه أكتر العادات دلوقتي اللي ممكن تؤثر على صحة العيون والأبصار؟ صباح الخير استاذ جمانة، صباح الخير استاذ محمد، صباح النور يا فندم. خصوصا تقديم مناسبات الاحتفالات ومصر اللي احنا فيه، حضرتك طيب. الروح الحلوه اللي احنا فيها والايام الحلوه اللي احنا فيها برضه. الحقيقه يعني قبل ما اقول لحضرتك العادات، لو تسمح لي ادي حضرتك نبذه على حجم العمى في العالم او فقدان الابصار في العالم. احنا فيه في حوالي في 2022 حوالي 600 مليون شخص ما بيقدروش يشوفوا من بعيد، منهم 43 مليون شخص كفوا البصر، يعني نظرهم اقل من 6 على 60، وده بيدخل في اطار العمى. وحوالي 300 مليون منهم عندهم ضعف شديد في متوسط في الابصار، وحوالي 260 مليون تانيين عندهم ضعف بسيط في الابصار. اشهر الاسباب دي اطفال المدارس او ريفراكتيف ايرز، اللي هي احتياجنا للنظاره. يعني احتياج للنظاره ده بيجي رقم واحد في اسباب ضعف شديد في الابصار، لان في حوالي 161 مليون شخص في العالم بيحتاجوا، عندهم يا اما طول نظر يا قصر نظر يا استجماتيزم، معظمهم بيبتدوا الكلام ده في اثناء الدراسه، ودي من اهم اسباب ان الولد ما بيحصلش في الدراسه. يعني الواحد يقول لك كان والله كان ماشي كويس وبعدين ابتدى ما يقعدش يذاكر يستمر في مجهود قريب، ده بيبقى عنده طول نظر. الطفل اللي ما بيقدرش يقعد يستمر في مجهود قريب، مش بس ان هو عنده فرط حركه او تعبان او مش مركز او مستوى ذكائه ضعيف، لا لا، ده موضوع ممكن يتحل ببساطه بنظاره يلبسها تحل مشاكلنا كلها. عندهم قصه طيب، اعتقد يا دكتور يعني في المراحل التعليميه الاولى ومراحل الطفل اصلا الاولى في حياته، عنده سنه سنتين في البدايه كده، هل الموضوع ليه علاقه كده؟ طبعا اعتقد انه ملوش علاقه بالعادات الخاطئه. هل الموضوع ممكن يكون ليه عامل وراثي مثلا، وكيفيه التعامل معاه هل بتكون سهله؟ الاخطاء الانكسار هي في المراحل الاولى مهمه جدا. وعايز اقول لحضرتك حاجه استاذ محمد، الحول في الطفل اللي هو بيصير الحول عنده من 3 شهور ل6 شهور وطالع، بيبقى تعبير على ان انا مش قادر اشوف في احيان كثيره، وتخلص المشكله بنظاره طبيه بسيطه، تلاقي عين الولد بقت دغري وبقى انتباهه اكثر وفتحنا له رؤيه للعالم حواليه ويخلص هذه المشكله. فدي ليها عوامل، قد يكون ليها عوامل جينيه او وراثيه، ان الاب او الام عندهم طول نظر شديد او قصر نظر شديد. العادات السيئه بقى بتيجي رقم 2. يعني ايه؟ وجدوا ان في الصين اكثر نسب قصر نظر في العالم. اما راحوا شافوا دي وشافوا في مقاطعات معينه ومدارس معينه، لقوا ان الولاد هناك عشان الزحمه ما عندهمش مكتب، فما بيجي يذاكر يروح نايم على بطنه على المرتبه وماسك الورقه والقلم في اضاءه ضعيفه وعمال يقرا، زائد ان ما فيش اوت دور اكتيفيتي، ما بيخرجش في الشمس وفي الهواء وما بيلعبوش رياضه، نسبه الرياضه مش كبيره جدا. وده كان مؤشر خطير جدا جدا ان احنا لازم ولابد ان احنا نغطي هذه الاجزاء، القعده الصحيحه، الاضاءه اللي بتيجي من على يمنا وبتيجي ناحيه الكتاب او اللي بكتب بيه، ما نتكفيش على وشنا واحنا بنقرا. وده يجرنا برضو للعادات السيئه الاخرى اللي ظهرت مع استخدام التكنولوجيا الحديثه زي الموبايلات والتابس والحاجات دي كلها. اتوقع يعني حتى من ساعه ما ربنا خلق انسان الكهف لغايه من 20 سنه فاتوا، الشخص كانت نظرته الاوليه ان هو يبص قدامه. دلوقتي احنا حياتنا باصه لتحت. صحيح. التاثير ده على يعني احنا غيرنا نمط حياه البشريه بالحاجات صحيح. اللي في ايدينا دي، والتاثير ده هيظهر على المدى، وابتدى يظهر طبعا في الاجهاد المستمر للعين. وحتى ان ال WHO حطت ريجيليشنز مهمه جدا، ان لو الطفل عنده اقل من 7 سنين سمحنا ليه لاستخدام الموبايل وحاجات الترفيه ساعه في اليوم، لو اكثر من 7 سنين ساعتين في اليوم. تعالي قولي لي بقى مين بيسمع هذا الكلام يعني.